نجم عاصي الحلاني خلال 2013 تبعته كل نشاطاته اللي قدمها، ورغم كل الظروف الصعبة اللي مر فيها لبنان قدم واستمر، لأنه شعاره استمرار إصرار لا تراجع. وهي نحن بليلة رأس السنة عم بودي عام ويستقبل عام جديد نحن بالكواليس أكيد والتحضيرات القائمة. النجم عاصي الحلاني يعطيك العافية، وحلو حسينا أنه عن جد عندك مثل كل لبناني إصرار لا تراجع، بدنا نعمل وبدنا نعيش. أنا لبناني حتى نخاع مثل ما بيقولوا يعني، وهيدي الملاحظ عني بكل لقاءاتي وبأفعالي أنا يعني، مش بس حكي. فمنتمنى يا رب أنه يعود الهدوء ويعني ويعود الاستقرار ويعود الهدوء للناس. يعني نتمنى من شعبنا بلبنان وأهلنا أنه يعرفوا هالمخطط الإجرامي اللي عم يجربوا، الفتنوي اللي عم يجربوا يخلقوا لنا إياه بالشارع اللبناني، هو لزعزعة الأمن، وهو لهذا الإجرام اللي عم بيصير، لحتى يخلق الفتنة ما بين الناس ويبعد الناس عن بعضهم. فمنتمنى يعني بدون شك بأنه بدي أقول نحن صحيح مستمرين بحفلنا، لأنه هذا لبنان. مسلسل الإرهاب ما قدر يلغي الفرح واستمرار الحياة من الناس وفي من لبنان. ونتمنى يا رب سنة 2014 تكون حاملة مع المحبة والسلام والتآخي، إن كان للبنان أو لسوريا أو لفلسطين للعراق لمصر. يعني كل قطر الدم بتنزل بأي دولة عربية، بأي دولة بالعالم مش عربية بس، صدقوني أنه أنا بعتبر عم تدق فينا نحن. يعني أنا اليوم بتخيل كل ولد هو ابني، كل شخص هو أخي. هو يعني اليوم نحن ما حدا منا اختار شو دينه، ما حدا منا قرر أنه ينزل على الأرض ودينه إكس. كلنا بالنهاية نحن ناس. من جبت باين هالجمال مش معقول، أول مشاريعك حطل فيها بال 2014، عارفين هناك قطر، عارفين أيضا هناك ذا فويس. خبرنا عن جدول تبع شهر يناير كانون الثاني إذا بتريد. ذا فويس نحن مستمرين بالتصوير، والسنة هايدي رح يكون في مفاجآت بالبرنامج كتير حلو، كتير في حماس، كتير في أصوات حلوة. بالإضافة لعمل المسرح شمس وقمر رح نقدمه على مسرح دار الأوبرا بقطر بالدوحة بأربعة وخمسة وستة كانون تاني إن شاء الله. نحن رح نطلع يوم واحد الشهر لأنه في مؤتمر صحفي رح يكون باثنين أو بثلاثة. والحمد لله يعني هلأ طبعا حورنا شوي بالأغاني لحتى يتناسبوا مع البلد نحن رح نقدم فيها. والحمد لله أنا بعتبر هذا دليل نجاح كتير كبير إنه المسرحية تنتقل من لبنان إلى دول عربية، ورح يكون في إن شاء الله قريبا بأبو ظبي، رح يكون في إن شاء الله بدبي بعمان بدار الأوبرا. يعني المسرحية رح تبر مع أكثر من دولة عربية. أكيد المميز هون لأنه بدار أوبرا بقطر الأول مرة تعرض مسرحية غير قطرية يعني أو لبنانية حتى. لأول مرة بينعمل عرض من هالنوع، إن شاء الله نحن
رح نقدم شيء نبيض وجه اللبنانيين ونرفع اسم لبنان. ان شاء الله موفق، ان شاء الله بتحلق، عايد المشاهدين على طريقك. بدي اتشكرك عماد، بتشكر ارابيكا اللي دائما بتكون مكبتنا، وان شاء الله بينعاد عليكم بالصحه والسلامه. ومره ثانيه اتمنى سنه 2014 ما تكون مثل 2013، يلعن اختها 2013 وبشعة كانت. ما هيك؟ لا بس هيك بنكون عم سب 2014. ان شاء الله تكون سنه خير وسلامه، بينعاد على كل الامه العربيه بكل العالم بالخير والبركه والطمانينه. الشمس تفيش بينك وتحقق لك وطنك. I'm gonna make it.